حتى يتبين لهم انه الحق بسم الله الرحمن الرحيم اخي الحبيب اريدك فقط للحظه ان تفكر معي بما يسمى نظريه التطور نريد ان نفكر بشكل علمي بعيدا عن العاطفه بعيدا عن الاديان بعيدا عن كل شيء فقط بلغه العلم الحديث ووفق القواعد التي وضعها العلماء. ملخص ملخص نظريه التطور باختصار شديد تقول النظريه ان كل هذه المخلوقات في الطبيعه تريليونات المخلوقات نشات اصلا من خليه واحده، هذه الخليه وجدت بطريقه ما مجهوله وجدت على الارض فيها بروتينات فيها جينات خليه اوليه فيها كل مكونات الحياه وجدت بطريقه ما ثم بعد ذلك عبر مليارات السنين تطورت الى مخلوق متعدد الخلايا ثم بعد ذلك زاد عدد الخلايا حتى اصبح لدينا النباتات الحشرات الاسماك، التماسيح ثم الحياه الثدييات وغير ذلك وصولا للانسان، هذا هو ملخص بسيط جدا لنظريه التطور. طيب ما الذي يحرك التطور في هذه الخلايا في هذه الكائنات؟ الاصطفاء الطبيعي، ما هو الاصطفاء الطبيعي؟ ان الطبيعه تختار الأفضل دائما والأقوى والأصلح الأصلح لل... للاستمرار الذي لديه قدرة أكبر على الاستمرار تختاره الطبيعة ما هي الطبيعة يقولون هي مجموعة الكائنات الحية وهي الأرض وهي الغلاف الجوي مثلا يعني, يعني الكائن هو الذي يطور نفسه والطبيعة خلقت نفسها بنفسها لذلك سمي قانون الاصطفاء الطبيعي، يعني الطبيعة هي التي تقوم بذلك، طيب من هي الطبيعة؟ الطبيعة هي نحن الكائنات الحية. إذا الكائن الحي هو الذي يطور نفسه بنفسه. تمام؟ هذه الفكرة هل هي علميا صحيحة؟ يعني من الناحية العلمية، أنا أود أن أسأل سلسله من الاسئله اريدك ان تفكر فيها طبعا هذا الفيديو موجه لمن يعتقد ان نظريه التطور صحيحه كما يقول كثير من علماء الغرب السؤال الاول اخي الحبيب كيف نشات الخليه الاولى نحن نعلم ان الخليه البكتيريه الاولى او الزرقاء هذه التي نشات قبل أكثر من ثلاثة مليارات سنة على الأرض أولا فيها غشاء خلوي معقد جدا حساس للضوء والحرارة والمؤثرات الخارجية يقوم بتبادل الغذاء يأخذ الغذاء ويطرح الفضلات يفكر ويعقل ويتذكر في داخل هذه الخلية البكتيرية الأم الأولى هناك شفرة وراثية هناك اكواد منظمه تنظيما شديدا مسؤول مسؤوله هذه الاكواد او هذه الجينات عن تكاثر الخليه، يعني الخليه تستطيع ان تصنع نسخه طبق الاصل منها. عمليه التصنيع هذه معقده جدا، حتى الان لا يعلم العلماء لماذا تقوم الخليه بنسخ نفسها وتتكاثر بحيث تكون تريليونات الخلايا خلال زمن قصير، ما الذي يجعل الخلية تتكاثر طيب كيف تقوم بتصنيع البروتين كيف تقوم بالحركة كيف تقوم بنسخ المعلومات معلومات دقيقة جدا مثل برامج الكمبيوتر اليوم عبارة عن شفرات داخل الشريط الوراثي هناك شفرات كود أكواد موجودة هي التي تشرف على بناء الخلية، العمليات الحيوية، التكاثر وحتى موت الخلية. طيب هذه الخلية كيف وجدت؟ يقول لك نظرية التطور: ليس من شأنها أن تبحث عن الخلية الأولى، <applause> لاحظت؟ إذا هنا نظرية التطور تفشل في الإجابة على السؤال الأول. كيف وجدت هذه الخلية في الطبيعة؟ <applause> مكونات الارض هي العناصر الاساسيه الهيدروجين، الاكسجين، بالاضافه للمواد، الماء، الهواء، الحراره، هذه مكونات الطبيعه. كيف وجد عنصر او او عضو او ماده قابله للتكاثر؟ قابله للتذكر، للمناوره، ل لل بناء مجتمعات لها والتعاون فيما بينها. طيب كيف وجدت؟ اذا النظريه تقول لك لا نعلم. لان هذه الخليه مستحيل ان ان توجد على شكل اجزاء وتتطور وتلتحم ببعضها يستحيل، يجب ان توجد كتله واحده. طيب، السؤال الثاني كيف تمكنت هذه الخليه البكتيريه الاولى والتي بقيت تتكاثر بنفس الطريقه مليارات السنين يقول العلماء بحدود 3.5 مليار سنه وهي تتكاثر بنفس الطريقه ونفس الاليه من الذي جعلها تغير رايها فجاه فتشكل كائن متعدد الخلايا مع العلم ان الكائن آه، ذي الخلايا المتعدده يعمل بطريقه مختلفه تماما عن الخليه الوحيده او كائن وحيد الخليه لان هناك تنسيق بين الخلايا وهناك توزيع مهام هي ليست قضيه تعدد خلايا فقط لا كل خليه تقوم باعمال محدده طيب من الذي وزع المهام بين الخلايا؟ ايضا نظريه التطور تفشل، تقول لك الطبيعه الطبيعه الطبيعه، طيب من هي الطبيعه؟ هي نحن. يعني انا مثلا حسب نظريه التطور انا خلقت نفسي وطورت نفسي و... ها اجوبه غير علميه على الاطلاق. علميا لا يوجد جواب لديهم. طيب هذا الكائن المتعدد الخلايا كيف تحول الى حشره؟ ولو ولو عبر ملايين السنين لا مشكله. كيف تحول الى حشره مثلا مثل البعوضه؟ لديها اجنحه دقيقه جدا ذات تصميم محكم لديها ارجل، لديها سكاكين، لديها جهاز تخدير، لديها قدره على الرؤيه، قدره على استشعار درجات الحراره من بعد، لديها قدره على التكاثر، على حمل الطفيليات على نقلها للبشر قهرت البشر اليوم لا يستطيع البشر بكل تقنياتهم القضاء على البعض طيب مثل هذه الحشره من الذي صممها يقول لك الطبيعه من الذي اعطاها هذه المهام ووزع يعني هناك خلايا عصبيه في الدماغ هناك خلايا موجودة في الأجنحة لها مهام مختلفة خلايا في الأعين لها مهام مختلفة خلايا في في داخل بطنها داخل يعني رجليها الستة أرجل هذه قرون الاستشعار خلايا يعني هناك تخصصات كيف جاءت يقول لك الطبيعة إذا لا جواب مجرد ان قلت لي الطبيعه الطبيعه يعني المصادفه يعني لا جواب. طيب الان دعونا نطرح السؤال الثالث من الذي من الذي قرر ان هذه الكائنات ستغير طريقه تكاثرها من تكاثر بالانقسام او النسخ ان ينسخ نفسه الكائن. إلى تكاثر بالبيض كما في عالم الأسماك عالم الطيور وكثير من الحشرات وغير ذلك من الذي قرر أن آلية التكاثر بالبيض هي الآلية الأفضل في مرحلة معينة من عمر الأرض وكيف استطاعت هذه الحشرة أو هذه السمكة أو هذا الكائن أن يكون هذه البيوض البيضة دقيقة جداً لها غلاف لها ميزات بعد فترة مثل بيضة الطائر بعد أيام معينة عددنا الأيام تفقس يخرج هذا الطائر يخلق الله له في منقاره شيء صلب ليضرب هذا هذه القشرة ويخرج بعد ذلك يختفي هذا الشيء أو هذا العضو يعني <applause> سبحان الله طيب من الذي قرر ذلك؟ الطبيعه اذا لا جواب، مجرد ان قال لك الطبيعه اعلم ما هي الطبيعه؟ حسب تعريف الموسوعه البريطانيه، الطبيعه هي مجموعه الكائنات الحيه، يعني الكائن هو نفسه. من هو الكائن؟ مثلا البعوضه تتكاثر بالبيوض، طيب قبل البعوضه وقبل البيوض من الذي قرر؟ يقول لك لا نعلم، طيب. نصل لكي لا اطيل عليكم السؤال الرابع إلى طريقة التكاثر بالولادة أو الأرحام من الذي صنع الرحم ومن الذي صمم هذا الرحم والمشيمة وطريقة الغذاء وطريقة التنفس وطريقة طرح الفضلات وهذا السائل الذي يحيط بالجنين من الذي صممه هذا السائل المعقد يقول لك الطبيعة، طيب لماذا الطبيعة قررت أن تغير رأيها من تكاثر بالانقسام إلى تكاثر بالبيوض إلى تكاثر عبر الحمل والولادة داخل الرحم؟ من الذي قرر الطبيعة إذا لا جواب؟ إذا فشلت نظرية التطور في إعطاء أجوبة لأبسط أربع أسئلة طرحتها أنا الآن، السؤال الخامس وهو الأهم. كيف نشأ الإنسان؟ يقول لك من قرد، طيب كيف؟ يقول لك من يعني شبيه بالقرد، طيب لا مشكلة، كيف؟ نقول كيف نشأ؟ كيف تطور لديه القدرة على الكلام؟ كيف تطورت لديه القدرة على الكلام؟ كيف تمكن بأصابعه هذه وقبضة اليد أن يقوم بمهام كل الكائنات التي سبقته فشلت فيها؟ الإنسان يستطيع أن يكتب، أن يصنع الملابس، يصنع الطائرات، يصنع هذا هذا المجرفون، يصنع هذا الموبايل مثلاً يعمل يعمل على الكمبيوتر. يبدع يخترع من الذي اعطاه تصميم الاصابع هذا؟ القرود ليس فشلت في ذلك القرد لا يستطيع ان يفصل لباسا على الاقل يستر به نفسه او يصنع مثلا سفينه يركبها في البحر مثلا يستفيد منها يقول لك الطبيعه من هي الطبيعة هي أنت أيها الإنسان يعني أنت من خلقت نفسك وأعطيت طيب كيف من أين جاء هذا التصميم لابد أنه جاء من الخارج يقول لك الطبيعة جواب بغير علمي على الإطلاق يعني حتى حتى جواب خيالي لا يوجد يعني حتى تخيلي أن هذه, هذه, هذه اليد لو أخذنا يد القرد أصابع القرد أو قبضة القرد وقبضة الإنسان ما الفرق بينهما يقول لك من الناحية التشريحية تقريبا العظام والكذا نفسه عدد الأصابع وكذا طيب ماشي هذه المهارات من أين جاءت الإنسان طيب كيف لماذا القرد لم يدرب نفسه الإنسان طيب لماذا القرد لم يفعل يقول لك الطبيعة قررت أن الإنسان يعني يجب أن يتعلم هذه الحركات الإبداعية فيتحكم من خلال يده يتحكم بالكون تخيل أن هذه القبضة لو كانت مثل قبضة القرود لا تستطيع أن تفعل بها أي شيء طيب أصف الكلام هل رأيتم أي كائن حي يتكلم لديه القدرة على تركيب جمل طبعا كل كائن له لغه خاصه ولكن نحن تصميم الحنجره والاحبال الصوتيه وتصميم اللسان وتصميم الفم كيف جاء يقول لك الطبيعه طيب الابداع لدى الانسان الافكار من اين تنشا الافكار مصدر الابداع يعني مثلا واحد مثل البرت اينشتاين عندما وضع النظريه النسبيه دماغه من اين جاء بهذه الفكره يقول لك الطبيعه اذا اخي الحبيب عندما تفشل في الاجابه عن اي سؤال اسهل شيء تقول المصادفه او الطبيعه وهذا الكلام غير علمي على الاطلاق لذلك انا بالنسبه لي أنا أعتبر أن نظرية التطور غير علمية لأن مهمتها الإجابة على هذه الأسئلة وليس فقط أن تظهر لي الشكل التشريحي الخارجي تقول لي إن القرد شبيه بالإنسان عدد العضلات وعدد العظام وشكل الكذا هذا الكلام غير علمي أنت تذهب إلى التصميم الخارجي فقط ولكن أخبرني بالأسئلة الجوهرية التي نريد الإجابة عليها وهي فيها سر الخلق هذه الأسئلة تتضمن من الذي صمم من الذي أبدع من الذي أعطى هذا الشكل لهذا الكائن يعني أنا لدي كائن في الطبيعة مثلا آه مثل الاخطبوط لديه قدره هائله على تغيير لونه حسب البيئه التي يعيش فيها او حسب البيئه التي يصادفها جلده يتشكل بطريقه تشبه صخور البحر او اشواك البحر او ارض البحر قاع البحر لا تميزه طريقه رائعه في التخفي هذه الالوان كيف يقوم جلده برصد الالوان الموجوده على قاع البحر ثم يعمل نسخه منها على جلده ثم يضع نفسه في المكان الصحيح حتى ان الذي يمر بقربه لا يرى شيئا اعلم اخي الحبيب ان الله هو خالق كل شيء هذا التفسير المنطقي العقلي الطبيعي البسيط والمقبول نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق